تفضلوا سيدنا. تفضلوا وزارتنا البركه. والله تفضلوا سيدنا، بس ما تكونوا عرفتوا انه عندنا باروده. لا لا لا، ما بعرف انه عندنا باروده. ما بعرف. تفضلوا هلا حطينا الارجيله اذا بتحبوا تشربوا سيدنا. طب حدو خير في شيء سيدنا؟ شف لي عيني حمرا شيء؟ لا. عيني التانية؟ كمان لا. عم يوجعوني شيء؟ لا. لك هذا الحكيم ديبو اللي بدي ما عم شوفه بالحارة، وينه؟ المطبب ديبو؟ أنا ما عاد شفته كمان. خير في شيء بدك منه شيء؟ بدي يفحص عيوني. ليش خير؟ شو بهون عيونك؟ والله ما بعرف، بس لازم أفحصهم. شنو من وقت ما اتجوزت أب حدو ما عدنا شفنا الخير. لك شو دخلك اليوم؟ ما حكاكي ماجد؟ ما بعرف شو بدي اقلك. خير شو صاير؟ احكيلي. والله ما بعرف شو صاير معه، يعني كثير متغير هاليومين. شلون يعني؟ ما بعرف، يعني صاير متهرب كثير مني، كل ثلاث مرات بطلب لشوفه وبيشوفني بس مرة. الله يرحمه، وقت كان قاتل حاله على ما يشوفك كل يوم. ما بعرف، هو من وقت ما تقلع من شغله كثير تغير معي. ستي، شو أخبار جهاد معك أنت؟ لا تشكيلي بكيلك. خير، شو صاير كمان أنت معك؟ شرحه مثل حالتك، ما عم شوفه غير بالصدف. وليش بقى؟ والله ما بعرف، ما بعرف شو قصة هالشباب، بس يعني ما بخفيكي أنا يعني بحبه كتير، عن جد بتمنى أشوفه كل يوم. وقديه صلوا بالله مو دقلك؟ هلأ مبارح طول الليل أنا وياك كنا عم نحكي على الواتس، بس كل ما أقله بدي أشوفك بلاقيه تهرب. ليكي، أنا حابة أدقله لماجد، بركي بيجي وبشوفه، بتنزعجي شي؟ لا حبيبتي ما بزعجني أبداً، إيه دقيله، بركي بيجي هو وجهاد، يعني بيكونوا مع بعض وبنبسط كتير بالقعدة. هو هيك، حدقله. هذا صار يا جهاد، هذا اللي صار معي. تفرج معلم، تفرج تفرج. هذا موبايلك اللي عبير؟ ايه موبايلي. مين؟ سالي هاي رد. لك شو بدي رد؟ شو بدي؟ لا ما بعرف يلي بدي. بس ما لحكي ولا كلمة. لحظة، شو انا بتصور؟ الو، ايه سأل سولي حبيبي. دخيل عينك وانا مشتاق لك كثير. لك يبشني هالصوت، انا دخيل الحلو انا. ايه حبيبتي. لا والله هيك شوي مشغول يعني. نلتقي؟ حبيبي. ايه انا مشغول هيك شي ربع ساعة، بعدين بحكي معك. مشغول شوي بعدين بشوفك. ايه عرفتوا المطعم نفسه اللي بنلتقي فيه على طول. ايه حبيبتي. ايه ان شاء الله بس شي ربع ساعة. جهاد؟ ايه ليكو معي. ايه حبيبتي. لا شوي. جهاد معي. ايه ايه خلص انا بشوف جهاد هلا شي ربع ساعة ان شاء الله، بس عنا شوية شغل مشغولين يعني. ايه حبيبتي. لما؟ مين لما؟ لما ايه لما؟ ايه لما معي؟ ايه خلص حبيبتي هلا بشوف انا جهاده ومنقرر منشوف، لانه بس بايدي هيك شغلة صغيرة بخلصها وبحكي معي. ماشي حبيبتي، ماشي يا روحي انتي. باي 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 باي. شو؟ معك مصاري؟ ما معي. الودك ايه؟ ايش عاد الا ربع ساعة منشوفه. لك طلعوا مع بعض؟ ايه شو قالوا لك جايين؟ قال هو عنده شغل، خلال ربع ساعة حيخلص الشغل اللي عندهم ويجوا. معناتها هذا عم يتهرب. انسي. ايه شو طلع جهاد معه؟ شو رح يجي؟ قال هن الاثنين مع بعض وعندهم شغلة مع بعض. بتعرفي هدول الاثنين شكلهم عم يتهربوا، بس يعني احساسي بيقول انه جهاد رح يجي اكيد، يعني اكيد اشتاق لي، بعدين صلي زمان ما شفته ولا شافني. انا عندي احساس رح يجي، ماجد بيحبني كثير رح يجي. اختي خلص انا وياكي قاعدين، شوفي ورانا، خلينا قاعدين عم ننطر. قلتك ناطرين، خلينا نشوف. لك انت شو عم تحكي؟ مجنون شي؟ ليش شو فيها؟ ولك جهاد شو فيها؟ حاكم والله اشتقت لها كثير لسالي، يعني وين المشكله اذا رحت شفتها؟ اقعد وانضب يا زلمه، نسيان انه عم نتهرب منهم لانه ما معنا نقلب جيبتنا؟ مشان شو المصاري؟ يا سيدي على فرض رحنا وقعدنا معه، حلوه ما ندفع الحساب؟ صحيح عم تحكي. ولك جهاد صحيح عم تحكي، اساسا نحن ما بقى شفناهم لانه ما معنا مصاري نصرف عليهم. بس والله العظيم اشتقت لها كثير لسالي انا. خلاص هي حكيت معها. يا سيدي اسمع، عندي فكره كثير حلوه. شو هي؟ هات اتحفنا. هلا انت مانك مشتاق تشوفها لرفيقتك؟
لك آخ شلون مو مشتاق لك ماجي؟ بس عم دور على شغل يصير معي قرشين لحتى أقدر شوفها. أخي ما بدها، شو رأيك نروح نشوفهم بدون ما ندفع ولا نقلة؟ شلون يا أفندي؟ أخي هدول بس فوتوا يقعدوا بمطعم بيقعدوا بيطولوا، نحن منفوت بحجة إنه بدنا نشوفهم بعدين نطلع منعتذر ونمشي، هيك منكون نفدنا من الحساب، شو رأيك؟ وبركي يا زكي قالوا لنا بدهم يطلعوا معنا، هيك بدنا نضطر نحاسب. ولك ما بدها شيء يا زكي، ما بدها شيء، نحن بنقول لهم ليكوا شغلنا قريب منروح شوي بعدين نرجع منجيبكم، وين المشكلة؟ إيه والله هيك بصير، منروح وما منرجع بحجة إنه طول شغلنا. خلاص بيان شغلة وحدة، أنت معك مصاري بس أجر التاكسي لنوصل لعنده؟ لا، مش أنت ما معك؟ ولا فرنك؟ ليك ماجد شو رح نعمل؟ منطلع بالتاكسي وقبل المطعم بمية متر بصرخ أنا صوت قوي، منهرب من التاكسي مثل الطيارة، بدك تكون جاهز. آه؟ إيه أنا جاهز، خلاص، أنا بسابي كل شي بس لحتى أشوفها لحبيبة قلبي سلسولة. كأنه طولوا؟ لا تبلشي تنقي، بتعرفي عجقة البلد برا، عدن كل غايب حشتوا معه. قولتك، شو في ورانا؟ شو تشربي أورانج؟ يلا أوكي، بشرب. يلا. جهاد أكيد بيكون راح. أنا شبير التاكسي. يا زلمة شو صار؟ قولي شغل صرخته وهربته. يعني نزلت قصيفة ولا طلعوا مسلحين من الرقرات؟ ها؟ والله وقعتوني قلبي خوفتوني. قطعتوني خلفي يلا هاتوا وحاسبوني خلنا نمشي يلا يلا. اسعد حبيبتي. إيه لا ما حبيبتي إيه. اسعد حبيبتي. يلا زيي. شو لسه ما خلصتي؟ لا ما خلصت. لكن مثلا ما خلصتي حطيني من الشاي قبل ما تخلصي. طيب مالك شايفني عم بجلي؟ حطه انت. خلص خلص امري لله حطه. لا تنفعني على اساس تعبانه كثير. خلاص ساعدني شوي يعني. ليك ليك يا حسابي خلص شو عم سوي شايفيني؟ بعدين وين؟ شو بعد؟ تي هالصرعه لانه صرعني. شو هاد؟ اشتيت مرة بس مرة واحدة بحياتي إلك سوي لي شغل سوي لي إياها إلا بعد ما ينحل القلب تبعي يا حرام. لك شو هاد؟ لك كمان ما في عنا شاي؟ ما في عنا شاي؟ لك كمان ما في سكر؟ يا هلا أنت نسيت لك امبارح إنه ما عنا لا شاي ولا سكر يا حبيبي وشنو بدنا نشرب شاي هلا؟ بسيطة، اخطف رجلك وروح جيب شاي وسكر. اخطف اجري؟ ما راح اخطف اجري، بعدين مو شايفين لابس البيجامة؟ ماني مرور اغير ثيابي هلا. هلا ببعثوا لحمودة جيب سكر وشاي. كأنك ما بتعرف إنه حمودة بينسى كثير، الله يشفي لنا إياه. بتقول له من هون روح جيب شاي وسكر، بيوصل لعند السلمان بيكون نسيان. لك آخ آخ، منين اجتنا المصيبة هي؟ منين اجتنا؟ شب مثل الوردة، وشو ما قلتي له بينسى؟ يا حسرتي عليه. الله كريم يا زلمة، ما سمعت شو قال الدكتور؟ بس يكبر بيتحسن وضعه. مع ذلك أنا ما راح أنزل، راح أبعته له، وفي عندي طريقة طوال ما له ماشي رح يتذكر شو بده يجيب. دي علينا شو مروتك قليلة. عمولي تعبي تعال تعال تعال. لك تفيني هالصرعة مثل أمك لسا كل نهار عم سمع اغاني. خود ابي هاي مصاري الله يرضى عليك، بتروح لعند السمان بتجيب لي من عنده كيلو سكر وكيلو شاي. شو كيلو سكر وكيلو شاي؟ ايوه يا ابي. وطوال مالك ماشي شو بتقول؟ كيلو سكر كيلو شاي. اي من شفت اي من مره بطريقك ما بتسلم عليه كل الوقت كيلو سكر كيلو شاي. شو بتقول؟ كيلو سكر كيلو شاي. احسنت يا ابي. يلا شو سمعني صوتك انت ماشي.
كيلو سكر كيلو شاي. كيلو سكر كيلو شاي. كيلو سكر كيلو شاي. كيلو سكر وكيلو شاي. كيلو سكر وكيلو شاي. كيلو سكر وكيلو شاي. لك نسي موبايلهم شلون بنتصل فيه اذا نسي يرجع على البيت وما عرف البيت؟ كيلو سكر كيلو شاي. 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 كيلو سكر كيلو. مرحبا حمودة. أهلين عزو. اليوم شو جاي تشتري؟ أعطينا كيلو متة وكيلو حليب. يلا تكرم عينك حمودة. هلا هلا بيكم منحييكم أنا وكل جروب جينا تنسل